الشريط الحادي عشر من شرح العقيدة الواسطية. الملائكة تنزيلا، نزل من السماوات شيئا فشيئا، تنزل ملائكة السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا. هذه الآية كما نشاهد ليس فيها ذكر مجيء الله، لكن فيها الإشارة إلى ذلك، لأن تشقق السماء بالغمام إنما يكون لمجيء الله بدليل الآيات السابقة. هذه الآيات التي معنا وهي خمس، هل ننظرون إلى أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، هل ننظرون إلى أن تأتيهم الملائكة، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك، ويوم تشقق السماء بالغمام. خمس آيات ساقها المؤلف. أربعة كيف؟ عدوها يا جماعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، نعم أربعة آيات ساقها المؤلف لإثبات صفة من صفات الله، وهي المجيء والإتيان. المجيء والإتيان، أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله سبحانه وتعالى يأتي بنفسه، يأتي بنفسه هو. لماذا؟ قال لأن الله تعالى ذكر ذلك عن نفسه، وهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا من غيره، وأحسن حديثا. فكلامه مشتمل على أكمل العلم والصدق والبيان. وذكرنا أمرا رابعا، وهو لا البيان هو الفصاحة، القصد، أكمل القصد والإرادة. فالله عز وجل يريد أن يبين لنا الحق، وهو أعلم وأصدق وأحسن حديث. فذكر الله عن نفسه بهذه الآيات يا آدم أنه يأتي ويجي، وأضاف الفعل إلى من؟ إلى نفسه، فيكون الذي يجي ويأتي هو نفسه عز وجل. وهذا الأمر معلوم ومعنى مفهوم، لكن يبقى السؤال الثاني، هل نعلم كيفية هذا المجيء؟ لا، لا نعلمه، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه يجي ويأتي ولم يخبرنا كيف يجيء ويأتي. ولأن الكيفية لا تعلم إلا بالمشاهدة أو مشاهدة النظير أو الخبر الصادق عنه، وكل هذا لا يوجد، واضح؟ ولأنه إذا جهلت الذات جهلت الصفات، أي كيفيتها. الذات موجودة وحقيقة ونعرفها، نعرف وش معنى الذات، وش معنى النفس، كذلك نعرف وش معنى المجيء، لكن كيفية الذات والنفس وكيفية المجيء هذا غير معلوم لنا. طيب، إذن نؤمن بأن الله يأتي حقيقة وعلى كيفية تليق به، مجهولة لنا ولا معلومة؟ مجهولة. لو سألنا السائل كيف يجي، قلنا كما قال الإمام مالك، السؤال هذا بدعة، والمجيء معلوم والكيف غير معلوم، مجهول. فعلينا أن نسلم. طيب، لو قال قائل هل مجيئه كمجيء الملك أو الرئيس أو الأمير؟ لا. تقول لا ولا تقول الله أعلم؟ نقول لا، أي لأن عندنا دليل، ليس كمثله شيء. أما الكيفية لو قال كيف نقول الله أعلم، لكن قال مثل وش نقول؟ نقول لا. انتبه للفرق بين التمثيل والتكييف. التمثيل منفي على كل حال، والتكييف أيضا منفي، لكننا نقول الله أعلم. أما التمثيل فنعلم أنه ليس كمثلنا، واضح؟ طيب، هل خالف أحد أهل السنة والجماعة في هذه الصفة؟ الجواب نعم، خالفهم أهل التحريف،
فقالوا إن الله لا يأتي. كيف يأتي الله؟ إذا أثبت أن الله يأتي أثبت أنه جسم والأجسام متماثلة. نقول هذه دعوة وقياس باطل. ليش؟ لأنه في مقابلة النص، وكل شيء يعود إلى النص بالإبطال فهو باطل. كل شيء، هذه قاعدة عند أهل العلم، كل شيء يعود إلى النص بالإبطال فهو باطل. لماذا؟ لقوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فإذا قلت إن هذا الذي عاد إلى النص بالإبطال هو الحق صار النص باطلا ولا بد، وإن قلت إن النص هو الحق صار هذا باطلا. فنقول هذه الدعوة التي ذكرتم تعود إلى النص بالإبطال فتكون باطلة. ثانيا نقول لهم ما المانع من أن يأتي الله سبحانه وتعالى بنفسه على الكيفية التي يريدها؟ هل هناك مانع؟ ليس هناك مانع. يقولون إنك إذا أثبتت ذلك فأنت ممثل. نقول هذا خطأ منكم، فإننا نعلم أن المجيء والإتيان يختلف حتى بالنسبة للمخلوق. الإنسان النشيط الذي يأتي ويضرب بقدمه الأرض من نشاطه، نعم، لكنه ليس يمشي مرحا، وإن شئت فقلنا يمشي مرحا ما علينا من هذا حلال ولا هذا حرام، كالإنسان الذي يمشي على عصا وينقل الرجل بعد تعب، ما ينقل الرجل من مكانها إلا بعد تعب. أيهم الإتيان يختلف ولا ما يختلف؟ يختلف. إتيان مثلا إنسان من كبراء البلد ومن ولاة الأمور، مثل إنسان فقير لا يحتفى به؟ لا، ليس كذلك. إذن فالإتيان مختلف في حقيقته وفي آثاره وفي التأهب له بالنسبة للمخلوق، فكيف بالنسبة للخالق؟ طيب ماذا يقولون في يأتي ربك؟ يقول يأتي أمر ربك، نعم يأتي أمر ربك، نعم. كيف هذا ما يستقيم؟ قال لا يستقيم، لأن الله تعالى قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فيجب أن نفسر كل إتيان أضافه الله لنفسه بهذه الآية، ونقول المراد أتى أمر الله. نقول إن هذا الدليل الذي استدللت به هو دليل عليك وليس لك، دليل عليك. ليش؟ لو كان الله تعالى يريد أمره، لو كان يريد أمره في الآيات الأخرى لقال أمره، ما الذي يمنعه أن يقول أمره؟ فلما أراد الأمر عبر بالأمر، وهذا في الواقع دليل عليك، لأن الآيات الأخرى ليس فيها إجمال حتى نقول إنها بينت في هذه الآية. الآيات الأخرى واضحة وفيها تقسيم يمنع إرادة المجاز. هل ننظرنا إلا أن تأتي الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ هل يستقيم لشخص أن يقول إلا أن يأتي ربك أي أمره، أو تأتيهم الملائكة يعني الملائكة؟ لا، هم يقولون الملائكة تأتي، أو يأتي بعض آيات ربك يقول البعض يأتي. شوف كيف التعريف. إذن آية فيها ثلاث أمور: أن تأتيهم الملائكة فيقولون نعم الملائكة تأتي، أو يأتي بعض آيات ربك فيقولون نعم تأتي، أو يأتي ربك لا يأتي. سبحان الله، يعني ثلثين من الآية الكريمة تحمل على ما يدل عليه اللفظ وواحد يطلع منهم. يعني لو كان الثلثين مطلعات عن ظاهر اللفظ لقلنا يمكن الثالث يتبعهم، لكن كيف تطلعون تثبتون الحقيقة في شيئين، نعم، من الأقسام الثلاثة وتنكرونه في القسم الثالث؟
هذا لا شك أنه تحكم ورد للدليل بالأهواء. فنقول لهم إن قوله تعالى أتى أمر الله هو في الحقيقة حجة عليكم وليس لكم، ولو كان الله تعالى يريده لبينه في كل الآيات حتى لا يحصل اشتباه ولبس. طيب، إذا قال قائل إن الله سبحانه وتعالى أحيانا يقول يأتي بالعذاب، يأتي بالعذاب، فهل تقولون إن هذا الإتيان إتيان الله حقيقة أو إتيانه إتيان عذابه؟ نقول إتيان عذابه، لأن معنى يأتي بالعذاب يعني يعذبهم فيكون العذاب آتيا منه، لأن العذاب الذي ينزل بهؤلاء ينزل من الله عز وجل، فهو آتاهم بالعذاب، فيكون الآتي في الحقيقة هو العذاب. وهذا أسلوب معروف للغة العربية، أن تقول أتيتهم بعذاب، يعني من عذبتهم، أتيتهم بمال يعني أعطيتهم مال، وإلا ما أتي أنا، لا وإلا ما أتي. فتبين الآن أن الإتيان إذا قيد بحرف جر مثلا فالمراد به ذلك المجرور، وإذا أطلق وأضيف إلى الله بدون قيد فالمراد به الله تعالى حقيقة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا من صفات الله سبحانه وتعالى صفة الإتيان والمجيء، ومعناهما واحد. فما نوع هذه الصفة؟ من أي صفات هي؟ إنه ليس هناك دليل سمعي ولا عقلي يمنع من إتيان الله تعالى بنفسه، وإذا كان كذلك وجب أن تنزل كل آية على ما دلت عليه، فالآيات التي تدل على أنه يأتي أمره هي تحمل على ذلك، والآيات التي تدل على أنه يأتي بنفسه تحمل على ذلك أيضا. وبهذا نكون أعطينا النصوص حقها وسلمنا من التبعة، لأن الله سوف يسألنا: أرأيت لو سألك الله يوم القيامة ما الذي أدراك وجاء ربك أن المراد جاء أمري؟ ما تقدر تقول شيء، لأن تقول والله يا ربي لأنه لا يمكن أن تأتي بنفسك، سيقول لك: ها، ما الذي أدراك، ما الذي أدراك أنه لا يمكن، وأنا قد أثبت ذلك لنفسي. نعم. والمسألة ما هي مسألة جدل، هي مسألة دين وعقيدة. هل نحن نؤمن بما جاءت به النصوص على ما هي عليه؟ هذا هو، لأن هذه أمور غيبية، والله عز وجل لا يقاس بالخلق، فيجب أن نقول كما قال الله عن نفسه نفيا وإثباتا. وبهذا نسلم من التبعة، نسلم، نقول: نعم، الآيات التي فيها جاء أمر ربك أو أتى أمر الله هي كما جاءت، أتى أمره ويأتي أمره. أما التي فيها أتى هو بنفسه فإنه يجب أن نقول: نعم، أتى هو بنفسه وليس هناك مانع. واضح؟ طيب، الآداب المسلكية من الإيمان بهذا ما هي؟ نعم، الدليل العقلي. نعم، كل أدلتهم العقلية تنبني على ما سبق من أن الفعل يستلزم الحركة والحركة تستلزم الجسمية. نعم، وما أشبه ذلك من التعليل التي يعلنون بها. كل مدار إنكارهم على أن الحوادث لا تقوم بالله، هذه واحد أصول، يعني الأصول يعتمدون عليها في النفي أن الحوادث لا تقوم بالله، والثاني أنها تستلزم التجسيم، والثالث أن التجسيم يستلزم التمثيل. شوف القواعد، كل هذه قواعد مهدومة كما مر علينا. نعم، لا، خلو العرش ما يتكلمون بأنهم ما يؤمنون بأنهم مستوى العرش، ما يؤمنون بهذا، ما يؤمنون بهذا، لأنهم يقولون ما يمكن، ما يمكن يأتي أبدا سواء فوقه ولا تحته. أي نعم،
هم أيضا يقول ما يمكن تقوم بالحركة. طيب الآن الثمرة المسلكية من الإيمان بإتيان الله عز وجل، الثمرة هي الخوف من هذا المقام وهذا المشهد العظيم الذي يأتي به الرب عز وجل للفصل بين عباده، وتنزل الملائكة، تتنزل ملائكة كل سماء تحيط بالخلائق، ولا يبقى أمامك مشهد إلا الرب عز وجل والمخلوقات كلها. فإن عملت خيرا جزيت به، وإن عملت سوى ذلك نعم فإنك تجزى به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الإنسان يخلو به الله عز وجل فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه على الشمال فلا ينظر إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فالإيمان بمثل هذه الأشياء العظيمة لا شك أنه يولد الإنسان رهبة وخوفا من الله سبحانه وتعالى. ثم ننتقل إلى صفة الوجه، وجه الرب عز وجل. فقال تعالى، قال المؤلف: وقوله بالجر، نعم بالجر عطفا على ما سبق، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه معطوفة على قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. ولهذا قال بعض السلف: ينبغي إذا قرأت كل من عليها فان أن تصلها بقولك ويبقى وجه ربك. لماذا؟ حتى يتبين لك نقص الإنسان وكمال الخالق، نقص المخلوق وكمال الخالق. كيف ذلك؟ تقابل، هذا فناء وهذا بقاء، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طيب، قوله تعالى: ويبقى وجه ربك، أي لا يفنى. والوجه معناه معلوم لكن كيفيته مجهولة، لا نعلم كيف وجه الله عز وجل كسائر صفاته، لكننا نؤمن بأن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام، وموصوفا بالبهاء والعظمة والنور العظيم، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الله أكبر. سبحات وجهه يعني بهاؤه وعظمته وجلاله ونوره ما انتهى إليه بصره من خلقه، وبصره ينتهي إلى كل شيء وعليه، فلو كشف هذا الحجاب، حجاب النور عن وجهه جل وعلا، لاحترق كل شيء، لاحترق كل شيء. لهذا نقول هذا الوجه وجه عظيم لا يمكن أبدا أن يماثل أوجه المخلوقات. وبناء على هذا نقول إننا نثبت أن لله وجها، نثبت أن لله وجها. عرفت منين نأخذ؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، نثبت بأن هذا الوجه لا يماثل أوجه المخلوقين، كقوله تعالى: ليس كمثله شيء يجب علينا. نثبت أننا نجهل كيفية هذا الوجه، كقوله تعالى: ولا يحيطون به علما، ولقوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا بما شاء. ونحن لم يعلمنا الله عز وجل عن كيفية وجهه، إذن لم يشأ أن يعلمنا إياها. لو شاء أن يعلمنا إياها لعلمنا إياها، فلما كان لم يعلمنا إياها علمنا أنه لم يشأ، فعلمنا أننا لا نحيط بها علما، لقوله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وعلى هذا فلا يمكن أن تعلم كيفية وجه الله سبحانه وتعالى.
فإن حاول أحد أن يتصور هذه الكيفية بقلبه أو أن يتحدث عنها بلسانه قلنا إنك مبتدع ضال قائل على الله ما لا تعلم. وقد حرم الله علينا أن نقول عليه ما لا نعلم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهنا قال يبقى وجه ربك، أضاف الربوبية إلى من؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الربوبية أخص ما يكون من أنواع الربوبية، لأن الربوبية عامة وخاصة، والخاصة خاصة أخص وخاصة فوق ذلك. طيب يقول خاصة فوق ذلك يعني في العموم والشمول، وأما في الأفضلية والأهمية فالربوبية الأخص أفضل بلا شك. قال ذو الجلال والإكرام، ذو صفة لرب أو صفة لوجه، أيهما الدليل؟ الدليل الرفع. لو كان صفة لرب لقال ذي الجلال، كما قال في نفس السورة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فلما قال ذو الجلال علمنا أنه وصف للوجه وليس وصفا للرب. أما وصف الرب فجاء في آخر السورة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. طيب الجلال، الجلال معناها العظمة والسلطان، الجلال يعني العظمة والسلطان. الإكرام هي مصدر من أكرم، فهل المعنى أنه ذو الجلال والإكرام الصادر منه لأوليائه أو الإكرام الصادر من أوليائه له أو الأمران؟ مر علينا قريبا كلمة تشبهها وهي لا لا يا أخي، مر علينا كلمة تشبهها يعني هي كلمة واحدة صالحة لهذا وهذا، الودود صالحة للواد والمودود، هذه للمكرم والمكرم، فالله سبحانه وتعالى مكرم وإكرامه تعالى القيام بطاعته، ومكرم لمن شاء، لمن يستحق الإكرام من خلقه، لمن يستحق الإكرام من خلقه، فهو لجلاله وكمال سلطانه وعظمته أهل لأن يكرم ويثنى عليه سبحانه وتعالى. وإكرام كل أحد بحسبه، نحن عندما نكرم الضيف معناه أن نقدم له إيش؟ الطعام الطيب ولا لا؟ والفراش الطيب والمكان المهيئ. وكل أحد بحسبه أيضا، يجي يأتي إليك إنسان من أقاربك ضيفا عليك تقدم له طعاما إيش؟ بسيطا عاديا. يأتي إليك نفر ليسوا من أقاربك ولهم جاه وشرف تقدم لهم ما يليق بهم. إكرام الله عز وجل ليس كهذا، إكرام الله سبحانه وتعالى أن تقدره حق قدره وأن تعظمه حق تعظيمه، لا لاحتياجه إلى أكرامك ولكن ليمن عليك بالجزاء ويتفضل عليك بالجزاء سبحانه وتعالى. طيب في هذه لا نمشي على طيب. يقول وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. قال الله تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كذا كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه. ما معنى قوله كل شيء هالك إلا وجهه؟ نقول أحسن ما يفسر به القرآن القرآن، كل شيء هالك توازي كل من عليها فان، إلا وجهه توازي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالمعنى كل شيء فان وزائل
إلا وجه الله عز وجل فإنه باقي، ولهذا قال له الحكم وإليه ترجعون، فهو الحاكم الباقي الذي يرجع إليه الناس ليحكم بينهم. وقيل في معنى الآية كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ما أريد به وجهه، إلا ما أريد به وجهه. قالوا لأن سياق الآية يدل على ذلك، ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، كأنه يقول لا تدع مع الله إلها آخر فتشرك به، لأن عملك وإشراكك إيش هالك تالف إلا ما أخلصته لوجهه فإنه يبقى، لأن العمل الصالح له ثواب باقي لا يفنى في جنات النعيم. ولكن المعنى الأول أسد وأقوى، وعلى طريقة من يقول بجواز استعمال المشترك في معنيين نقول يمكن أن نحمل الآية ها على المعنيين، إذ لا منافاة بينهما، فتحمل على هذا وعلى هذا، فيقال كل شيء يفنى ويبقى الله عز وجل إلا وجه الله، ونعم كل شيء يفنى إلا وجه الله، وكل شيء من الأعمال يذهب هباء إلا ما أريد به وجه الله، إلا ما أريد به وجه الله. طيب، على أي التقديرين في الآية دليل على ثبوت الوجه لله ولا لا؟ المعنى الأول أو الثاني فيها دليل على ثبوت الوجه لله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى له وجه موصوف بالجلال والإكرام. وقال سبحانه وتعالى، لا بس انتهى الكلام على صفة الوجه. هنا مناقشة، قلنا المراد بالوجه المراد به وجه الله حقا، وهو وجه ثابت له على وجه الحقيقة لا يماثل أوجه المخلوقين، لأن هذا هو ظاهر اللفظ. وهل يمنع منه العقل؟ لا، لا يمنع منه العقل، العقل لا يمنع منه، ومن له وجه بلا شك فهو دال على كماله، الوجه من الكمال بلا شك. بل إننا في المخلوقين نرى كل من كان أحسن وجها كان أجمل وأكمل، والله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال، فالوجه ثابت لله سبحانه وتعالى بمقتضى النص وكذلك بمقتضى العقل، لأنه من صفات الكمال. بقي أن يقال من أي الصفات هو؟ من الصفات الذاتية الخبرية، الخبرية التي مسماها بالنسبة إلينا أبعاد وأجزاء، ولا نقول من الصفات الذاتية المعنوية، لو قلنا بذلك لكنا نوافق المتأولين أو المحرفين، لكنا نوافق المحرفين، بل نقول هي صفات ذاتية خبرية مسماها بالنسبة إلينا أبعاد وأجزاء، لكن بالنسبة إلى الله ما نقول إنها بعض من الله أو جزء من الله، لأن ذلك يوهم نقصا في الله سبحانه وتعالى. طيب، هل وافق أهل السنة أحد، أو هل أجمعت الأمة الإسلامية على هذا التفسير؟ الجواب لا، فإن أهل التحريف أبوا إلا أن يسلكوا الطريق التي هم عليها من تحريف الكلمة عن مواضعه، وقالوا لا يمكن أن يكون لله وجه، وحاشاه من أن يكون له وجه، أعوذ بالله، سبحان من تنزه عن الأبعاد والأغراض، مش بعد؟ والأعراض. أنتم مجسمة، أنتم مشبهة، أنتم ممثلة، أنتم ما قدرتم الله حق قدره. يا ناس اتقوا الله عز وجل، نحن ما وصفنا الله إلا بما وصف به نفسه، قالوا أبدا، ليس لله وجه. والآية قال المراد بالوجه
الثواب، كل شيء يفنى إلا ثواب الله. ففسروا الوجه الذي هو صفة كمال، فسروه بشيء مخلوق بائن عن الله قابل للعدم والوجود، ولا لا؟ الثواب قابل للعدم والوجود، فهو حادث بعد أن لم يكن، وجائز أن يرتفع. لولا وعد الله ببقائه لكان من حيث العقل جائزا أن يرتفع عن الثواب. فهل تقولون الآن إن وجه الله الذي وصف الله به نفسه، هل تقولون إنه من باب الممكن ولا من باب الواجب؟ إذا فسروا بالثواب صار من باب الممكن الذي يجوز وجوده وعدمه، ولكن نقول كيف يقول الله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ثم نقول هو من الممكن؟ بل هو من الواجب أزلا وأبدا. ثم نقول يرد قولكم، أولا أنه مخالف لظاهر اللفظ، فإن ظاهر اللفظ أن هذا وجه خاص وليس هو الثواب. ثالثا أنه مخالف لإجماع السلف، فما من السلف أحد قال إن المراد بالوجه الثواب، وهذه كتبهم بين أيدينا مزبورة محفوظة. أخرجوا لنا نصا عن الصحابة أو عن أئمة التابعين ومن تبعهم بإحسان أنهم فسروا هذا التفسير، لن يجدوا إلى ذلك سبيلا أبدا. ثالثا نقول هل يمكن أن يوصف الثواب بهذه الصفات العظيمة ذو الجلال والإكرام؟ نعم يمكن ولا لا؟ ما يمكن. يعني لو قلنا مثلا جزاء المتقين ذو جلال وإكرام، يجوز ولا لا؟ لا يجوز أبدا، والله تعالى وصف هذا الوجه بأنه ذو الجلال والإكرام. طيب رابعا نقول ما تقولون في قول الرسول عليه الصلاة والسلام حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه؟ فهل الثواب له هذا النور الذي يحرق ما انتهى إليه بصر الله من الخلق؟ أبدا لا يمكن. وبهذا عرفنا بطلان قوله وأنه قول باطل، وأن الواجب علينا أن نفسر هذا الوجه بما أراده الله به، وهو وجه قائم به تبارك وتعالى موصوف بالجلال والإكرام. فإن قلت هل كل ما جاء من كلمة الوجه مضاف إلى الله يراد به وجه الله الذي هو صفته؟ فالجواب هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، وما أشبهها من الآيات. فالأصل أن المراد بهذا الوجه هو وجه الله عز وجل الذي هو صفة من صفاته، لكن فيه كلمة اختلف المفسرون فيها، وهي قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. أينما تولوا يعني إلى أي مكان تولوا وجوهكم فثم أي فهناك وجه الله. قالوا إن المفسرين اختلفوا في هذه الآية، فمنهم من قال إن الوجه بمعنى الجهة لقوله تعالى ولكل وجهة هو موليها، فالمراد بالوجه الجهة أي فثم جهة الله، أي فثم الجهة التي يقبل الله صلاتكم إليها. نعم أينما تولوا إلى أي جهة فهي الجهة التي يقبل الله تعالى صلاتكم إليها. قالوا
لأنها نزلت في حال السفر إذا صلى الإنسان النافلة فإنه يصلي حيث كان وجهه، أو إذا اشتهبهت القبلة فإنه يتحرى ويصلي حيث كان وجهه. ولكن الصحيح أن المراد بالوجه هنا وجه الله الحقيقي حقا، إلى أي جهة تتوجهون فثم وجه الله سبحانه وتعالى، لأن الله محيط بكل شيء، ولأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المصلي إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه، ولهذا نهي أن يبصق أمام وجهه لأن الله قبل وجهه. فإذا صليت في مكان لا تدري أين القبلة واجتهدت وتحريت وصليت وصارت القبلة في الواقع خلفك، فالله أين يكون؟ قبل وجهه حتى في هذه الحال. وهذا معنى صحيح موافق لظاهر الآية. والمعنى الأول لا يخالف الواقع. إذا قلنا فثم جهة الله، وكان هناك دليل، سواء كان هذا الدليل تفسير الآية الثاني بالوجه الثاني أو كان الدليل ما جاءت به السنة، فإنك إذا توجهت إلى الله في صلاتك فهي جهة الله التي يقبل الله صلاتك إليها من وجه، وثم أيضا وجه الله حقا، وحينئذ يكون المعنيان لا يتنافيان. هذا هو حاصل الكلام على إثبات وجه الله سبحانه وتعالى. واعلم أن هذا الوجه العظيم الموصوف بالجلال والإكرام وجه لا يمكن الإحاطة به وصفا، ولا تمكن الإحاطة به تصورا، بل كل شيء تقدره فإن الله تعالى فوق ذلك وأعظم، كما قال الله تعالى ولا يحيطون به علما، والله أعلم. أيه والله ما أدري جوابهم، لكن جوابهم صعب سيكون صعبا. نعم. على إيش؟ إيش؟ إيه هذه شغلة نبحث إن شاء الله في. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات أن لله تعالى وجها، فما هو الدليل؟ نعم. قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجهه ذو الجلال والإكرام. نعم. هل هذا الوجه يا يوسف صفة معنوية ولا غير معنوية؟ هذا الوجه صفة ذاتية. إيه، لكن هي معنوية ولا غير معنوية؟ نعم معنوية. نعم غير معنوية. لو فسرناها بأنها معنوية صار هذا التحريف. طيب، هي غير معنوية لكن نقول فيها إنها صفة ذاتية خبرية. خبرية. نعم. يعني وهي التي معناها بالنسبة إلينا مسماها بالنسبة إلينا أبعاد الأجزاء. نعم. طيب، قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لو قال قائل المراد بالوجه الذات، ماذا تقول؟ تحريف. طيب، إذا ما مراد بالوجه؟ وجه الله سبحانه وتعالى. وجه الله. لو قال قائل إن الله تعالى يفنى إلا وجهه، أعوذ بالله. طيب، ما دام إن قلت ذات الله في التحريف، إن قلت وجه الله قلت تحريف. ما ذكرت هذه؟ ها؟ ما ذكرناها؟ طيب، إذا نجيب عليها إن شاء الله. قوله ذو الجلال والإكرام، ما الفرق بينه وبين قوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام؟ نعم. في الثانية
تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ليش جرانه بالثانية؟ صفة لإيش؟ لأنها صفة لرب وهو مجرور. طيب، هل في وصف الوجه بهذا عبد الرحمن ما يبطل؟ أو قبل أن نسأل، هل أحد من الناس فسر الوجه بغير ما فسرناه به؟ طيب ماذا قال؟ بالثواب. طيب قالوا يعني كل شيء يفنى إلا ثواب الله سبحانه وتعالى، أو قالوا إلا ما ابتغي به الله سبحانه وجه الله. طيب هذا يرد عليه طبعا. هل يمكن الرد على هذا زياد، الرد على هذا التحريف أو على هذا التفسير بقوله ذو الجلال والإكرام؟ نعم، ولا يمكن أن يوصف الثواب بالجلال والإكرام. نعم. طيب، قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجه فهد، ما المراد به؟ ما معنى الآية إجمالا؟ ويبقى الله. ما دليلك على هذا التفسير؟ نعم، كل من عليها. أحسن. طيب، قلنا قبل قليل ما المراد بالوجه. إن قلت المراد بالوجه الذات فقد حرفت، وإن قلت أردت بالوجه نفس الصفة أيضا وقعت في محذور، وهو ما ذهب إليه بعض من لا يقدرون الله حق قدره، حيث قالوا إن الله يفنى إلا وجهه. فماذا تصنع؟ أقول إن أردت بقولك إلا ذاته يعني أن الله تعالى يبقى هو نفس ذاته مع إثبات الوجه لله، فهذا صحيح ولا لا؟ هذا صحيح، ويكون هنا عبر بالوجه عن الذات لمن له وجه، عبر بالوجه عن الذات لمن له وجه. وإن أردت بالوجه، إن أردت بقولك ذاته أن الوجه عبارة عن الذات بدون إثبات الوجه، فهذا تحريف وغير مقبول. وعليه فنقول إلا وجهه أي إلا ذاته المتصفة بماذا؟ بالوجه. وهذا ليس فيه شيء، لأن الفرق بين أهل التحريف أن هؤلاء يقولون أن المراد بالوجه الذات ولا وجه له، ونحن نقول المراد بالوجه الذات لأن له وجها فعبر به إيش؟ عن الذات، فعبر به عن الذات. هل في السنة دليل على إثبات الوجه؟ فوزي. نعم، ورا ما تذكروها الحديث كله يا أخي. الدليل على اسمه دليل، ها يا آدم، قل يا آدم. كل حال إلا وجهه، قل أحرق السبحات وجهي ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقول عليه الصلاة والسلام أعوذ بنور وجهي الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليها الدنيا والآخرة. نعم. طيب، ما تقول في قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله؟ الأخ، ما تقول في هذه الآية؟ هل المراد بها وجه الله الحقيقي ولا المراد معنى آخر؟ المراد بها وجه الله الحقيقي، يعني أينما ذهب الإنسان فثم وجهه، أينما ذهب فإن الله يقابله بوجهه. لو سمع الإنسان يعد اتجاه القبلة
وصلى بعكسها. نعم. طيب ما الذي يشهد لهذا التأويل أو لهذا التفسير؟ ما الذي يشهد لهذا التفسير؟ وجهي فإن الله قبل وجهه، يعني في الصلاة. طيب هل هناك رأي آخر؟ ما هو؟ كثير من العلماء ذهبوا إلى أن كل الآيات تقول وجه الله، يعني الوجه الحقيقي وهي التي تصف من صفات الله سبحانه وتعالى، إلا هذه الآية فإنها تفسر وجه الله، يعني ما هو الوجه الحقيقي؟ ما هو؟ نعم. يا عبد المنان. الجهة. نعم. الجهة يعني جهة الله، يعني الجهة التي يرضاها. نعم. كما قال تعالى فلنولينك قبلة ترضاها، وقال ولكل وجهة هو موليها. ثم إن المؤلف رحمه الله انتقل إلى صفة أخرى. سجد ما سمعت. لا مو هذا وصل. إلى صفة أخرى أيضا يؤمن بها السنة والجماعة، وهي صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، حيث قال وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ما منعك؟ الخطاب لإبليس، لأن المراد هنا آدم باعتبار وصفه الذي لم يشركه أحد فيه، وهو خلق الله إياه بيده. ولهذا إبليس لما أراد التحقير قال أأسجد لمن خلقت طينا، لمن خلقت، حيث أراد نفس الشخص بقطع النظر عما له من صفة الكمال. ونحن قد قررنا قبل ذلك أنه إذا عبر بما عما لا يعقل عما يعقل فإنه يلاحظ فيه معنى الصفة لا معنى العين والشخص. ومنه قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من، لأنه ليس المراد عين هذه المرأة، ولكن المراد الصفة. فهنا قال لما خلقت، أين هذا الموصوف العظيم الذي أكرمته بأنني إيش خلقته بيدي، ولم يقصد لمن خلقت أي لهذا الآدمي. طيب وقول لما خلقت بيدي هي كقول القائل بريت بالقلم. القلم آلة البري، آلة البري، وتقول صنعت هذا بيدي، فاليد هنا آلة الصنع. لما خلقت بيدي يعني أن الله عز وجل خلق آدم بيده، خلق آدم بيده. وهنا قال بيدي، وهي صيغة تثنية، وحذفت النون من التثنية من أجل الإضافة. نعم. لأن نون المثنى وجمع المذكر السالم إذا تحذف عند الإضافة كما يحذف التنوين. ولهذا يقول الشاعر كأني تنوين وأنت إضافة، فأين تراني لا تحل مكان، يعني ما يجتمعان وياك في مكان، كما أن التنوين والإضافة لا تجتمعان. النون نحن عندما نعرب المثنى وجمع المذكر السالم نقول النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، والعوض له حكم معوض. فكما أن التنوين يحذف عن إضافة، فنون التثنية والجمع تحذف عند الإضافة. طيب بيدي أي بيدين لي، لكن حذفت النون من أجل الإضافة. في هذه الآية توبيخ إبليس في تركه السجود لما خلقه الله بيده وهو آدم عليه الصلاة والسلام، وفيها إثبات صفة الخلق لما خلقت، وفيها أيضا إثبات اليدين
لله سبحانه وتعالى اليدين التي بهما يفعل، كالخلق هنا اليدين التي بهما يقبض، وما قدر الله حق قبضه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وبهما يأخذ، فإن الله تعالى يأخذ الصدقة فيربيها كما يربي الإنسان فلوه، وهكذا. طيب، وقوله ما خلقت بيدي فيها أيضا تشريف آدم عليه الصلاة والسلام، حيث خلقه الله تعالى بيده. قال أهل العلم: وكتب الله التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده. فهذه ثلاث أمور: آدم وجنة عدن والتوراة، كلها كانت بيد الله سبحانه وتعالى. وفيها أيضا تشريف آدم لأن الله خلقه بيده. ولعلنا بالمناسبة لا ننسى ما مر من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق آدم على صورته، إن الله خلق آدم على صورته. وذكرنا أن أحد الوجهين الصحيحين في تأويلها أن الله خلق آدم على الصورة التي اختارها واعتنى بها، ولهذا أضافها الله إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم، كإضافة الناقة والبيت إلى الله والمساجد إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا يؤخذ من هذا أن الله سبحانه وتعالى شرف آدم بكونه خلقه بيده، وأنه من أجل ذلك استحق أن تؤمر الملائكة للسجود له، كما أنه في آية أخرى ما يشير إلى أن الله أمره أن يسجد، أن تسجد الملائكة له، لأنه علمه أسماء كل شيء. نعم، ولا مانع من أن يتعدد السبب، لأنه قد تقدم لنا أن السبب الواحد قد يكون له عدة أسباب، ولا لا؟ فالزوج ابن العم المعتق اجتمع في حقه ثلاثة أسباب، اجتمع في حقه ثلاثة أسباب، فهو زوج وابن عم ومعتق لهذه المرأة التي تزوجها، اعتقها وتزوجها. ويجوز الإنسان أن يعتق المرأة ويتزوجها، كما اعتق النبي عليه الصلاة والسلام صفية وجعل عتقها صدقة. فالسبب قد يتعدد مع اتحاد المسبب، والدليل قد يتعدد مع اتحاد المدلول كما مر. قال: وقالت اليهود يد الله مغلولة. اليهود هم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، سموا يهودا قيل لأنهم قالوا إنا هدنا إليك، وبناء على هذا فيكون الاسم عربيا، لأن هذا يهود إذا رجع نعم عربي. وقيل إن أصله يهوذا، واليهود من نسبوا إليه، لكن عند التعريب صارت الذال دالا فقيل يهود. وأيا كان لا يهمنا أن هذا أو هذا، ولكننا نعلم أن اليهود هم طائفة من بني إسرائيل اتبعوا من موسى عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء اليهود من أشد الناس عتوا ونفورا، لأن عتو فرعون وتسلطه عليهم جعل ذلك ينطبع في نفوسهم، وصار فيهم العتو على الناس بل وعلى الخالق عز وجل. فهم يصفون الله تعالى بأوصاف العيوب قبحهم الله وهم أهلها، يقولون يد الله مغلولة أي محبوسة عن الإنفاق، كما قال الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي إيش؟ محبوسة عن الإنفاق. ليس المعنى لا تقول بهكذا، ما حد قال هكذا، لكن معنى لا تحبسها عن الإنفاق،
فهم يقولون يد الله مغلولة يعني محبوسة عن الإنفاق، وقالوا إن الله فقير فقير. أما قولهم إن يد الله مغلولة فقالوا نعم، لولا أنها مغلولة لكان الناس كلهم أغنياء، فكون يجود على زيد ولا يجود على عمر هذا هو الغل وعدم الإنفاق. وقالوا إن الله فقير لأن الله قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، فقالوا الرسول عليه الصلاة والسلام يا محمد إن ربك افتقر صار يستقرض منا، قاتلهم الله. وقالت اليهود أيضا إن الله عاجز لأنه حين خلق السماوات والأرض استراح يوم السبت وجعل العطلة محل عيد فصار عيدهم يوم السبت، فصار عيدهم يوم السبت قاتلهم الله. هنا يقول عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة، شوف المناسبة يد أفردوها لأن اليد الواحدة أقل عطاء من اليدين الثنتين، ولهذا جاء الجواب بالتثنية والبسط فقال بل يداه مبسوطتان. فذكر الله عز وجل أن هؤلاء اليهود لما وصفوا الله بهذا العيب عاقبهم بما قال، فقال غلت أيديهم أي منعت عن الإنفاق. ولهذا كان اليهود أشد الناس جمعا للمال ومنعا للعطاء، فهم أبخل عباد الله وأشدهم شحا في طلب المال، ولا يمكن أن ينفقوا فلسا إلا وهم يظنون أنهم سيكسبوا بدله درهما. ولا نحن نرى الآن لهم جمعيات كبيرة عظيمة، لكن هم يريدون من وراء هذه الجمعيات والتبرعات أكثر وأكثر أكثر وأكثر، يريدون أن يسيطروا على العالم. فإذن لا تقل أيها الإنسان كيف نجمع بين قوله تعالى غلت أيديهم وبين الواقع اليوم بالنسبة لليهود، لأن نقول الآن هؤلاء القوم يبذلون ليربحوا إيش أكثر، هذا هو مرادهم غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. لعنوا بما قالوا أي طردوا وأبعدوا عن رحمة الله عز وجل، لأن البلاء موكل بالمنطق، فهم لما قالوا وصف الله بالإمساك طردوا وأبعدوا عن رحمته. قيل لهم إذا كان الله عز وجل كما قلتم لا ينفق فليمنعكم إيش رحمته حتى لا يعطيكم من جوده، حتى لا يعطيكم من جوده. فعوقبوا بأمرين، بتحويل الوصف إليهم بإيش بقوله نعم، وبعقوبتهم أو بإلزامهم بمقتضى قولهم بماذا بإبعادهم عن رحمة الله حتى لا يجدوا جود الله تعالى وكرمه وفضله، ولعنوا بما قالوا. والباء هنا إيش للسببية أي بسبب، وعلامة الباء التي للسببية أن يصح أن يليها كلمة سبب بسبب، وما هنا يصح أن تكون مصدرية ويصح أن تكون موصولة، فإن كانت موصولة فالعائد محذوف وتقديره الذي قالوه، وإن كانت مصدرية فالفعل يحول إلى مصدر أي بقولهم. ثم أبطل الله سبحانه وتعالى دعواهم فقال بل يداه مبسوطتان، وبل هنا للإضراب الانتقالي أو الإبطالي الإبطالي. وانظر كيف اختلف التعبير، بل يداه مبسوطتان لأن المقام مقام تمدح بالكرم، والعطاء باليدين
أكمل من العطاء باليد الواحدة. وقوله مبسوطتان ضد قولهم مغلولة، فهو فيد الله تعالى مبسوطة واسعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يد الله ملأ سحة، ملأ سحة. نعم، الملأ واضح معناه، والسحة كثيرة العطاء الليل والنهار، يعني دائما دائما تعطي. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. نعم، ما من يحصي ما أنفق الله منذ خلق السماوات والأرض؟ لا يحصيه أحد، ومع ذلك لا لم يغض ما في يمينه. وهذا كقوله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. ولننظر إلى المخيط، مخيط من حديد غمس في البحر، فإذا نزعته نقص البحر متر أو مترين، ولا شيء ولا شيء. ومثل هذه الصيغة يؤتى بها للمبالغة في عدم النقص، لأن عدم نقص البحر في مثل هذه الصورة أمر إيش؟ معلوم لا ينكر، مستحيل أن البحر ينقص بهذا. فمستحيل أيضا أن الله عز وجل ينقص ملكه إذا قام كل إنسان من الإنس والجن فقاموا وسأل الله تعالى فأعطى كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيئا. لا تقول نعم لا ينقص من ملكه شيئا، لأنه انتقل من ملكه إلى ملكه. ها؟ لا، لا يمكن أن يكون هذا هو المراد، لأنه لو كان هذا المراد لكان الكلام عبثا، لكان الكلام عبثا. لكن المعنى لو فرض أن هذه العطايا العظيمة أعطيت على أنها خارجة عن ملك الله لم ينقص ذلك من ملكه شيئا. واضح يا جماعة؟ لأنه لو كان المعنى الأول ما في فائدة، معروف أنك أنت الآن عندك 10 ريالات أخرجتها من الدرج الأيمن إلى الدرج الأيسر، ها؟ معروف. ما لو قال واحد ما ينقص، كيفش هذا؟ كلام مجنون ولا كلام عاقل؟ أحد يتصور أو يتوهم أن هذا ينقص؟ أسألكم يا جماعة، أنا عندي دولاب فيه درج فيه 20 ريال، أخذت 10 وحطيته بالدرج الثاني وقلت والله ما نقص من ملكي شيء، هالكلام هذا وش عد؟ ها؟ هذا في الواقع كلام ما أدري هو مجنون ولا فيه بلا. المهم أن المعنى لو أن هذا الذي أعطيتهم قدر أنه خرج عن ملكي فإنه لا ينقصه سبحانه وتعالى. إذن بل يداه مبسوطتان، مبسوطتان للإنفاق ليلا ونهارا، وما أعظم ما يجي من إنفاق الله عز وجل. وليس إنفاق الله تعالى بما نحصل من الدراهم، كل ما بنا من نعمة فهو من الله، ذرات المطر من إنفاق الله علينا، ذرات المطر من إنفاق الله، حبات النبات من إنفاق الله، ولا لا؟ إذن هذا يدل كما قالت اليهود عليهم لعائن الله، يد الله مغلولة، يدل على أن يد الله مغلولة كما قالت اليهود؟ لا والله، يدل على أن يدي الله عز وجل مبسوطتان بالعطاء والنعم التي لا تعد ولا تحصى. لكن إذا قالوا لماذا أعطى زيدا ولم يعطي عمرا؟ لأن الله تعالى له السلطان المطلق والحكمة البالغة. ولهذا قال ردا على شبهتهم: ينفق كيف يشاء، ينفق كيف يشاء، فمن الناس من يعطيه كثيرا
ومنهم من يعطيه قليلا ومنهم من يعطيه وسطا تبعا لما تقضيه الحكمة. على أن هذا الذي أعطي قليلا هل هو محروم من فضل الله وعطائه من جهة أخرى ولا لا؟ أبدا، الله أعطاه صحة وعس سمعا وبصرا وعقلا وغير ذلك من النعم التي لا تحصى. ولكن لطغيان اليهود وعدوان اليهود وأنهم والعياذ بالله لم ينزه الله عن صفات العيب، قالوا يد الله مغلولة. ثم قال طيب لا انتهى الوقت في الآية هذه والتي قبلها إثبات إيش؟ اليدين لله ثنتين، يدين ثنتين. ولكن قد يقول قائل إن لله أكثر من يدين لقوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعام، فأيدينا هنا جمع، فلنأخذ بهذا الجمع لأننا إذا أخذنا بالجمع أخذنا بالمثنى وزيادة، وإذا أخذنا بالمثنى أخذنا بالإفراد وزيادة، لأن أيضا فيه آيات فيها الإفراد. قل من بيده ملكوت كل شيء تبارك الذي بيده الملك وما أشبه. فما هو الجواب؟ فالجواب أنه قال أما اليد التي جاءت بالإفراد فإن المفرد المضاف يفيد العموم فيشمل كل ما ثبت لله من يد، كل ما ثبت لله من يد يدخل في المفرد المضاف، لأننا إذا نعم لأن الله تعالى يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. شف نعمة الله مفرد مضاف واحدة واحدة نعمة الله، ما الذي أدراكم إنها تشمل كثيرا؟ لا تحصوها لا تحصوها مع الواقع. لكن من أصل الآية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إذا معناه مهي واحدة ولا ألف ولا مليون ولا ملايين لا تحصى. طيب يد، يد الله نقول هذا المفرد لا يمنع التعدد إذا ثبت، لا يمنع التعدد إذا ثبت. لماذا؟ لأن المفرد المضاف يفيد إيش؟ العموم. انتهينا الآن من المفرد. عند المثنى والجمع، المثنى والجمع نقول إن الله ليس له إلا يدين اثنتين كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة. الكتاب لما خلقت بيدي، والمقام مقام تشريف، ولو كان الله خلقه بأكثر من يد نعم لذكره، لأنه كلما ازداد الصفة التي بها صنع الله هذا الشيء ازداد تعظيم هذا الشيء. طيب أيضا في سورة المائدة قال بل يداه مبسوطتان، في الرد على من قالوا يد الله بالإفراد، والمقام مقام يقتضي كثرة النعم، وكلما كثرت وسيلة العطاء كثر العطاء. فلو كان لله تعالى أكثر من ثنتين لقال لذكره الله، أليس كذلك؟ لأن العطاء باليد الواحدة باليدين أكمل وأكثر من الواحدة، وبالثلاث لو قدر كان أكثر. فلو كان لله تعالى أكثر من اثنتين لذكرها. أما السنة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يطوي الله تعالى السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى، ويقول عز وجل كلتا يديه يمين، ولم يذكر أكثر من اثنتين. نعم، ويقول صلى الله عليه وسلم نعم ويقول أحسنتم ويقول صلى الله عليه وسلم.
وأجمع السلف رضي الله عنهم على أن لله يدين اثنتين فقط بدون زيادة. فعندنا النص من القرآن والسنة والإجماع على أن الله تعالى يدين اثنتين. بقى عندنا الآن كيف نجمع بين هذا وبين الجمع ما عملت أيدينا أنعاما أيدينا؟ فنقول الجمع على أحد وجهين، فإما أن نقول بما ذهب إليه بعض العلماء من أن أقل الجمع اثنان، أقل الجمع اثنان كذا عبد الرحمن دور أقل الجمع اثنان وعليه فأيدينا لا تدل على أكثر من اثنتين، ولا لا؟ يعني لا يلزم أن تدل على أكثر من اثنين. وحينئذ إذا قلنا أنها تدل على اثنتين تطابق التثنية باليداهم وسطتها ولا أشكال فيها، واضح؟ فإذا قلت ما دليل قول هؤلاء أن الجمع أقل اثنان، فالجواب استمع: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وهما المرأتان. يصح أقول هما المرأتان؟ ما لم تقول ثنتين ثلاثة ولا اثنتان. إن تتوبا اثنتان فقد صغت قلوبكما، وهذا جمع والمراد به قلبان فقط لقوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ولا لامرأة. يعني لو قال قائل إن الله يقول ما جعل الله لرجل من قلبين، المرأة يمكن أن يكون لها ثلاث قلوب، نقول كيف الناقصة في عقلها كلها ثلاث قلوب والكامل قلبان؟ ما قلب واحد ما يمكن. طيب استمع. وقالوا أيضا: اقرأ قول الله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وبماذا تحجب الأم من السدس إلى الثلث، من الثلث إلى السدس؟ بأخوين ولا بثلاثة؟ بأخوين. إذن إخوة جمع والمراد به اثنان، المراد به اثنان كذا. طيب جماعة الصلاة كم تحصل؟ باثنين، تحصل باثنين. ولكن جمهور أهل اللغة يقولون إن أقل الجمع ثلاثة، وأن خروج الجمع إلى الاثنين في هذه النصوص لسبب، وإلا فإن أقل الجمع في الأصل اثنان ثلاثة. نعم ثلاثة. إذن نحتاج إلى الجمع، لما قلنا أقل الجمع ثلاثة نحتاج إلى الجمع بين قوله بأيدينا بيدي وقوله مما عملت أيدينا. فيقال إن المراد بهذا الجمع التعظيم، المراد به التعظيم، تعظيم هذه اليد، وليس المراد أن لله تعالى أكثر من اثنتين. ثم إن المراد باليد هنا المراد نفس الذات، الذات التي لها يد، لأنه يقال بما ظهر الفساد في البر والبحر، بل قد قال الله تعالى، قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. طيب وما كسبت ألسن الناس وأعين الناس وآذان الناس وأرجل الناس؟ ما يؤخذون عليه؟ يؤخذون، لكن يعبر بمثل هذا التعبير عن الفاعل كل نفسه. ولهذا نقول إن الأنعام التي هي الإبل لم يخلق الله تعالى بيده، لم يخلق الله بيده،
وفرق بين قوله مما عملت أيدينا وبين قوله لما خلقتهم بيدي. فمما عملت أيدينا كأنه قال مما عملنا ما عملنا، لأن المراد باليد ذات الله التي لها يد، هذا هو الجمع. ويدل لهذا أيضا أنه لما أضيفت إلى ناء الدالة على الجمع صار الأنسب أن إيش؟ أن تجمع، لأن ما أضيف إلى متعدد فالأفصح فيه الجمع، كما في قوله أن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبهما. وبهذه الوجوه يزول الإشكال في صفة اليد التي وردت بالإفراد والتثنية والجمع. فعرفتم الآن أن الجمع بين المفرد والتثنية سهل، ما هو؟ لأن هذا مفرد مضاف فيعم أو يشمل كل ما ثبت له من يد. بين التثنية والجمع من وجهين، أحدهما أنه لا يراد بالجمع حقيقة معناه والثلاثة فأكثر، بل المراد به التعظيم، كما قال الله تعالى إنا ونحن وقلنا وضربنا وما أشبه ذلك، وهو واحد، لكن يقول هذا للتعظيم. أو يقال إن أقل الجمع اثنان، فلا يحصل هنا تعارض. وأما ما ذكره الأخ جمال من قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، فالأيد هنا بمعنى القوة، فهي مصدر آد يئيد بمعنى قوية، وليس المراد بالأيد صفة الله، ولهذا ما أضافها الله إلى نفسه، ما قال بأيدينا بنيناها بأيدينا، بل قال بأيد أي بقوة، فهي مصدر آد يئيد. ونظير ذلك قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، فإن لعلماء السلف في قوله عن ساق قولين، القول الأول أن المراد به الشدة، والقول الثاني أن المراد به ساق الله عز وجل. فمن نظر إلى سياق الآية مع حديث أبي سعيد قال إن حديث مع حديث أبي سعيد، من نظر إلى ظاهر الآية مع حديث أبي سعيد قال إن المراد بالساق هنا ساق الله، ومن نظر إلى الآية بمفردها قال المراد بالساق الشدة. والمهم أن قوله بنيناها بأيد لم تضف إلى الله، حتى يقال إن من فسر الأيد بالقوة فقد حرف. والله أعلم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مما يجب علينا اعتقاده أن نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى له يدان اثنتان دل عليهما الكتاب والسنة. فيذكر لنا الأخ تعالى أما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لما خلقت سجد لما خلقت لما خلقت بيدي كذا لما خلقت بيدي لما خلقت مد هنا. طيب تعالى يدين اثنتين حقيقيتين، واضح. وسؤالنا الآن هل هاتان اليدان تشبهان أيدي المخلوقين، وما الدليل وما التعليل؟ هنا لا تشبه، لا تماثل أنا أيدي المخلوق، ما الدليل؟ قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نعم أحسنت. التعليل لأن عبر باليدين هنا في الآية الثانية قال باليداه مبسوطتان، وأيدي المخلوقين لا تشبه يد الله عز وجل من حيث النفقة. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، سأل يبسط يده.
تعليل. أي نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال إن الله سبحانه وتعالى يضع السماوات والأراضين إلى آخر على إصبع إلى آخر. بس هذا دليل أيضا. نعم. التعليل أن الذي يفعل بهذا اليد غير الذي يفعل بيد فلا تشابه. هذا تعليل بعد دليل. نعم. بعد دليل. نعم. نعم. إن هذه مماثلة نقص بالمخلوقين. التعليل هو أنه لا يمكن عقلا أن يكون الخالق مماثلا للمخلوق لظهور التباين بين الخالق والمخلوق. فإذا مثلنا الخالق المخلوق فهذا تنقص للخالق ولا لا؟ طيب. التعليل هو الدليل العقلي. كل تعليل سواء في الفقه أو في العقائد هو دليل العقلي ودليل العقلي. طيب إذا قال الممثل أنا لا أعقل يدا إلا مثل يد المخلوق لأن الله لا يخاطبنا إلا باللسان العربي فلا بد أن تكون يد الله مثل يد المخلوق. لا أقول مثل يد الآدمي، أقول مثل يد أي مخلوق. نعم شيبة. وقول الله قال ليس كمثله شيء، وهذا نفي. يقول هو يقول لك ليس كمثله شيء فيما لم يرد أنه مثل، واليد ورد فلها مثل. فيد الله لا تشابه يد المخلوق. يعني هل لك أن تقنعه بدليل حسي ما يمكن إنكاره؟ قوله بدليل حسي ما هو شرعي. أقول لو إن يد المخلوق ناقصة. أي هذا عقلي. نعم. هذا عقلي. شيخ. نعم. نقول أن حتى أيدي المخلوقين تختلف من إنسان إلى آخر، من مخلوق إلى آخر. فإذا كانت تختلف وهم مخلوقين جميعاً، فمن باب أولى تختلف أيدي المخلوق وأيدي الخالق. صح. صحيح. نقول ليس كل يد تطلق يلزم أن تكون مماثلة ليد أخرى بذلك. نعم. قلنا أنت أعمى ما يمكن. إن قال نعم غير متماثلة خصم، قامت عليه الحجة حسية. إذن صار الدليل على انتفاء المماثلة الشرعي مش بعد وعقلي وحسي. الحمد لله. بناء على ذلك، على ثبوت الدليل وانتفاء المانع، يجب علينا إيش؟ أن إيمان بأنها يد حقيقية. وهذا ما أجمع عليه سلف الأمة إلى يومنا هذا من أهل السنة والجماعة. خالفهم قوم وقالوا، وهذا مبتدأ درس اليوم، خالفهم قوم وهم أهل التعطيل من المعتزلة والجهمية والأشعرية ونحوهم، وقالوا لا يمكن أن نثبت لله يدا حقيقية، بل المراد باليد أمر معنوي لا أمر حقيقي. ما هو؟ قال المراد باليد القوة، أو المراد باليد النعمة، لأن اليد تطلق في اللغة العربية على النعمة وعلى القوة، تطلق على النعمة وعلى القوة. ففي الحديث الصحيح، حديث النواس بن سمعان الطويل، أن الله يوحي إلى عيسى أني أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم، لا يدان لأحد بقتالهم، المعنى لا قوة لأحد بقتالهم، وهم يأجوج ومأجوج. وأما اليد بمعنى النعمة فكثير، ومنه قول رسول قريش لأبي بكر لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك، يعني يد بمعنى نعمة. وقول المتنبي وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب. المانوية
طائفة من فرقة من المجوس الذين يقولون إن الظلمة تخلق الشر والنور يخلق الخير. فالمتنبي يقول إنك تعطي في الليل العطايا الكثيرة التي تدل على أن المنوية تكذب، لأن الليل ليلك يأتي بخير ولا بشر؟ بخير. فالمراد باليد النعمة وليس المراد باليد اليد الحقيقية. لماذا يا جماعة؟ قال لأنك لو أثبتت لله يدا حقيقية لازم من ذلك التجسيم، أن يكون الله تعالى جسما والأجسام متماثلة، وحينئذ تقع فيما نهى الله عنه، فلا تضربوا لله الأمثال. ونحن أسعد بالدليل منك أيها المثبت للحقيقة، نحن نقول سبحان من تنزه عن الأعراض والأبعاض والأغراض. والأغراض تبي أحسن منها السجعة؟ نعم نعم. يقولون سبحان من تنزه عن الأعراض والأغراض والأبعاض، ما تلقى هذه السجعة لا في الكتاب ولا في السنة. طيب وش جوابنا على هذا؟ جوابنا على هذا من عدة وجوه. أولا أن تفسير اليد بالقوة أو النعمة مخالف لظاهر اللفظ، وما كان مخالفا لظاهر اللفظ فهو مردود، فهو مردود إلا بدليل. ثانيا أنه مخالف لإجماع السلف، السلف كلهم مجمعون على أن المراد باليد اليد الحقيقية. انتبه لهذه النقطة. لو قال لك قائل جيب لي كلمة واحدة عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي تقول إن المراد بيد الله اليد الحقيقية، أقول له ائت لي بكلمة واحدة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة والأئمة من بعدهم تقول إن المراد باليد القوة والنعمة، ما يستطيع يجي، ما يستطيع يجي. إذن فلو كان عندهم معنى يخالف ظاهر اللفظ لكانوا يقولون به، فلما لم يقولوا به، لما لم يقولوا به علم أنهم أخذوا بظاهر اللفظ وأجمعوا عليه، وحينئذ لا يمكن، لأنه لا يمكنه أن يرد ما ادعيناه من الإجماع، لأنه لو قال لنا هذا القول كان ربما بعضنا ستوقف يقول الله أنا الحقيقة ما مر علي أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا قالوا إن المراد باليد اليد الحقيقية، ما وجد ذلك. يقول لا يحتاج أن تجد هذا، طالبهم هم بالدليل. دقيقة دقيقة، طالبهم هم بالدليل. وشوفي بأي شيء، يقول هات لي دليل أنهم قالوا إن المراد باليد القوة والنعمة. فإذا لم يكن لديك دليل فإن إبقاء النص على ما هو عليه هو طريقتهم، قالوا على ما عليه هو طريقتهم. ولو كانوا فسروه بخلاف الظاهر لنقل إلينا، لأنه عقيدة يجب الاعتناء بها ونقلها. واضح يا جماعة؟ طيب مخالف لإجماع السلف. ثالثا أنه يمتنع غاية الامتناع أن يراد باليد النعمة أو القوة في مثل قوله لما خلقت بيدي، فيما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي. وش وجه أنه يمتنع غاية الامتناع؟ لأنه يستلزم أن تكون النعمة اثنتان أو اثنتين، يستلزم أن تكون نعمة الله اثنتين فقط، ونعم الله لا تحصى،
يستلزم أن القوة قوتان، والقوة معنى واحد لا يتعدد، القوة معنى واحد لا يتعدد. فهذا التركيب يمنع غاية المنع أن يكون المراد باليد إيش؟ القوة والنعمة. هب أنه قد يمكن في قوله بل يداه مبسوطتان أن يراد بهما النعمة على تأويل، نعم، لكن لا يمكن أن يراد بقول ما خلقت بيدي النعمة أبدا. أما القوة فيمتنع أن يكون المراد باليدين القوة في الآيتين جميعا، في قوله بل يداه وفي قوله بما خلقت بيدي، لأن القوة لا تتكرر، لا تتعدد، القوة لا تتعدد. واضح يا جماعة؟ الوجه الرابع أنه لو كان المراد باليد القوة ما كان لآدم فضل على إبليس بل ولا على الحمير والكلاب، ولا لا؟ ليش؟ لأنهم كلهم خلقوا بقوة الله. ولو كان هذا، ولو كان المراد باليد القوة ما صح الاحتجاج على إبليس، إذ أن إبليس سيقول على طول وأنا يا ربي خلقتني بقوتك فما فضله علي. واضح؟ الوجه الخامس أن يقال إن هذه اليد التي أثبتها الله جاءت على وجوه متنوعة يمتنع أن يراد بها النعمة أو القوة، فجاءت بالأصابع والقبض والبسط والكف، نعم، واليمين، وكل هذا يمتنع أن يراد بها القوة، لأن القوة لا توصف بهذه الأوصاف، لا توصف بهذه الأوصاف. فتبين بهذا أن قول هؤلاء المحرفين الذين قالوا المراد بلاد القوة باطل من عدة أوجه، باطل من عدة أوجه. وقد سبق لنا القول العام في مثل هذه الأمور أن صفات الله عز وجل من الأمور الخبرية الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال، وما كان هذا سبيله فإن الواجب علينا إبقاؤه على ظاهره من غير أن نتعرض له. طيب، هنا قالوا، قالت اليهود يد الله مغلولة، فقال الله تعالى بل يداه مبسوطتان، ما وجه المناسبة باختلاف التعبيرين؟ نعم، قالوا يد الله مغلولة، نعم، فعبروا باليد الواحدة عن الزخرة.